بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. ومن ناحيه تانية اكد علي معلول لاعب فريق النادي الاهلي ان التتويج بلقب السوبر المصري على حساب بيراميدز ما كانش سهل، لان المباراه كانت صعبه بشكل كبير، لكن الفريق كان مستعد للمباراه وكان عارف مدى قوه المواجهه. واكد معلول ان التتويج بلقب السوبر هيكون دافع كبير للفريق في المباريات اللي جايه، خاصه في ظل المنافسات القويه في الدوري وافريقيا. وليد الكارتي لاعب افريقيا بيراميدز وجه رساله شكر لزملائي في الفريق على مجهودهم في مواجهه السوبر المصري امام النادي الاهلي، وقال الكارتي: اهدرنا الكثير من الفرص في المباراه، واجهنا خصم كبير زي الاهلي وكانت تجربه جيده لنا. الكارتي كمان قال ان في الوقت القادم هنكون حريصين اكتر من كده، وبهني لاعبه بيراميدز على اجتهادهم، واللي جاي هيكون افضل باذن الله. أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن أندية الدوري هتحتفل النهاردة في مباريات الجولة 35 بمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في كنيسة ويستمنستر، وده هيكون في لندن. ونشرت الرابطة بيان رسمي أكدت فيه إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هتحتفل بالمناسبة التاريخية قبل مبارياتها في الجولة 35.